هاي المصاعب اللي وقعت على رأس الحسين. الحوراء زينب تخطب تتكلم في الكوفة، فقالوا لابن زياد: زينب راح تقلب عليك الكوفة والعراق. قال: ماذا أصنع؟ قالوا: ابعث لها رأس أخيها الحسين. هي ما شايفة رأس الحسين، صار لها كم يوم وإذا تسمع الرأس وتشوف نور الرأس ها أمامها، انقلب خطابها من خطاب للناس، وإذا بها تكلم رأس أخيها الحسين: كلمني نور عيني، كلمني ابن أمي. بعد ذلك سمعوها تقول: أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، إذا ما تكلمني كلم رقية، كلم فاطمة الصغيرة يا مولاي. قلبها كاد أن يذوب، فلما نظرت إلى رأس أخيها شافت أثر حجر على جبهته ومؤثر على الدم ظاهر من بأبي وأمي، نطحت جبينها بمقدم المحمل وسالت الدماء من تحت قناعها. هذا المعنى الكبير، هذا المعنى الكبير. الله أكبر، الله أكبر. رأت الرمح زينب حينما لا، رأت الرمح زينب حينما لا، هاي للأحرار، للأحرار. رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا. خاطبته مذ لاح يزهو هلالا، استتم كمالا. غاله خسفه فأبدى غروبا، يا وحق راسك يا عقل ونور عيناي، وحق راسك يا عقل ونور عيني. ويا يمر الليل وقض الليل سهران على ذكراك، يطر الفجر وعيوني يتراوالها ملقاك، شنو البصر لا ترجع ولا أنساك، يا مفقود هم بك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لينا ردود، وهم يات الفرايح ونزع هدوم السود، مضت وشمولها لين الفلك طرد.